13 فيلما يحتضنها المسرح الوطني في بغداد، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الفيلم السوري بحضور نجوم بارزين مخرجين وممثلين تحت شعار من بغداد هنا دمشق. الخطوة لن تكون الأخيرة يقول المنظمون، إذ يسعون لتنظيم أسبوع مماثل للفيلم العراقي في دمشق، وهو ما سيطلع به بروتوكول التعاون الذي وقع بين الجانبين العراقي والسوري. كثير نحن سعداء لإقامة هذا الأسبوع، أسبوع السينما السورية، ونتمنى من قلبنا نكون في أسبوع السينما العراقية في دمشق، لحتى نقعد مع بعض. ونحن هلا جينا هون بفيلم، بكذا فيلم سوري من جملتهم فيلم دمشق حلب. بتمنى دائما انه يكون هذا اللقاء مقدمه لتواصل اعمق ومستمر، لان هذا التواصل بين مدينتين هم اشبه بالتوأم، مروا بظروف مشابهه، خاضوا حقيقه معارك متشابهة، ومدينتين عظيمتين. الأفلام التي عرضت وستعرض تنقل مشاهد واقعية عن أيام المحنة التي عاشها الشعب السوري في مواجهة الإرهاب، عبر رسائل واضحة ومباشرة قائمة على الاختزال، فيما سلطت بعض الأفلام الضوء على الآثار التي ترتبت اليوم على وقع تلك المواجهة. السينما السورية معروف بتاريخها الكبير واستقدام شخصيات مهمة مثل دريد لحام، أيمن زيدان، سوزان نجم الدين، سلمى المصري، وباسل الخطيب، وتكريمهم في هذا الأسبوع السوري. احتفاء بغداد بالفيلم السوري لن يكون الأخير بحسب فنانين عراقيين، لأن نجوم السينما والدراما السورية يملكون شعبية واسعة في العراق، وعادة ما تكون أجواء عرض أعمالهم أجواء كرنفالية. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين.